مساءكم ابيض بخطين حمر لون تيشيرت نادينا الملكي العظيم، واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج اخبارنا. برنامجنا اللي بنتابع فيه اهم اخبار نادي الزمالك، كمان اهم الاخبار المحليه. مش هيكون في محليات قوي، هيكون الكلام اكتر عن منتخب مصر ولقاء بلجيكا، كمان هنتكلم مع بعض عالميا، وكل مشجعين ارسنال قاعدين سعداء دلوقتي في صداره الدوري الانجليزي. هنتكلم في تفاصيل كتير النهارده، ولكن بدايتنا زي كل يوم اهم العناوين. بيان من المستشار مرتضى منصور. الزمالك في نوفمبر، لقاء المصري وقرعة دوري الأبطال. مصر وبلجيكا، سباق صلاح ودي بروين. كابتن أشرف عبد الجليل في ضيافة أخبارنا. أما عن موضوع حلقتنا النهاردة اللي حابين ندردش مع حضراتكم فيه ومنتظرين أكيد إجاباتكم، تفتكروا منتخب مصر هيلعب إزاي في لقاء بلجيكا؟ توقعوا كده طريقة اللعب اللي ممكن يبدأ بها منتخب مصر أمام بلجيكا في اللقاء المرتقب، وتوظيف صلاح، إيه التوظيف الأمثل اللي يكون لصلاح داخل الملعب؟ منتظرين كل آرائكم على السوشيال ميديا بتاع قناة نادي الزمالك. هبدأ مع حضراتكم النهاردة من الأهم فالمهم. أهم حاجة هو البيان اللي كان من دقايق اللي أصدره المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك. تعالوا نشوف البيان ونرجع نكمل كلامنا. بسم الله الرحمن الرحيم. صحفيين كتير محترمين بيطلبوني بيقولوا لي إيه رأيك إن قناة الزمالك هتتقفل عشان الحلقتين اللي أنت عملتهم يوم خميس وجمعة اللي فات. اولا انا مش ندمان ومش زعلان، وقناه الزمالك مش هتقفل، لان قناه الزمالك مالها؟ انت عايز تحاسب تحاسب ليه؟ بيتكلم. انا اللي كنت بتكلم، وكنت بتكلم ليلتين في حب مصر. وعلى فكره انا بس عايز انبه اللي زعلان هم الخونه والفاسدين واللي ما عجبهمش ان يبقى في 200 مليون مواطن مصري وعربي سواء في مصر او العالم العربي او في اوروبا او في امريكا او استراليا او كندا كانوا قاعدين قدام التلفزيون يسمعوا كلامي. فانا لو يعني كلامي يعني كان في اي تجاوز، انا كنت بتجاوز ضد الارهابيين الخونه اللي كانوا عايزين يعملوا انقلاب يوم 11. فاذا كان الجندي او الضابط اللي بينزل من بيته ما اعرفش هيرجع ولا مش هيرجع ويستشهد ليه؟ عشان بلده. طيب اذا كان في اي حساب اللي انا ما عنديش مشكله، لان كل اللي قلته عشان بلدي. انا لم اخطئ في حد محترم. تاني، لم اخطئ في حق محترم. اتحدى، وانت لو شفت الالفاظ اللي هم بيقولوها على السيد رئيس الجمهوريه وابنه وزوجته الفاضله وعيلته وعليا وعلى زوجتي وعلى بنتي وعلى بلدنا وعلى جيشنا وعلى شرطتنا، ما اعتقدش حد محترم هيبقى متضرر. وانا في البدايه قلت يا جماعه من فضلك سواري، يعني اللي مش قادرين يتحملوا الكلام اللي هقوله اتفضلوا ما يشوفونيش، ولا حضرتك بتشوفني اكتر من 200 مليون مواطن؟ وبعد ما فشل الانقلاب القذر اللي كان معمول ضد بلدي، وانا يعني ازعم ان انا كان ليا دور اني كنت بنبه الناس ان دي عصابه اجراميه، اللي خمرجي والحشاش والداعره والقواء كل دول عايزين يعملوا ثوره في البلد. اعتقد ان انا كشفتهم بالادله والمستندات. فانا ما عنديش مشكله، الاستاذ كرم جابر عايز يحقق اهلا بيه، ما عنديش مشكله. انما بعيد عن القناه، لان القناه ما عملتش حاجه. انا كنت بتكلم واتحمل مسؤوليه كل كلمه قلتها. واذا كان بقول للضابط او الجندي بينزل من بيته ويستشهد عشان بلده، أنا حتى لو حصل لي أي حاجة عشان بلدي، أنا كنت بخايف على بلدي. وكل النهارده أنا بقرا جرايد النهارده، كل اللي كانوا نايمين في العسل وما نطقوش كلهم النهارده كاتبين مقالات وانتصرنا وسقطت 11 11. طب كنتوا فين؟ فمش عايز الموضوع بقى الأهلي ولا الزمالك، أنا كانت ليلتين في حب مصر. أنا اتكلمت عن الأهلي ولا اتكلمت عن الزمالك؟ أنا بطمن الناس كلها، بطمن الناس عليا، طبعا الناس إن أنا أسد ما بخافش،
استاذ بيسالوني امبارح الصحفيين النهارده استاذ كرم جابر اهلا وسهلا لو في تجاوز انا ما عنديش اي مشكله. ايه التجاوز بقى؟ ان انا فضحت هؤلاء المجرمين، ان انا فضحت المرتزقه، ان انا واحد من الذين افشلوا المخطط اللي كان عايز يوقع بلدي ويوقع مصر. في النهايه دي بلدنا بنحبها، وانا مش ندمان ومش زعلان، بس ممكن اكون زعلان شويه، لكن برضه مش زعلان قوي، لانه اذا خفت ما تتكلمش واذا اتكلمت ما تخافش. المبدا اللي انا ماشي بيه اللي بيخاف من ربنا ما بيخافش من البشر، واللي بيخاف من البشر ما بيخافش من ربنا. وقلت قبل كده انا بترعب من ربنا، بطمن كل الجماهير. على فكره مش زمالك بس، الحمد لله بتطمن زمالك واهلي ومصر كلها. مصر 200 مليون مشاهده يا جماعه، حدث لم يحدث في تاريخ اي قناه في مصر او في العالم. ده وسام على صدري ايا كانت النتيجه، ده كانت ليلتين في حب مصر، واي حاجه تحصل لي بسبب حب مصر انا متقبل. شكرا. ده كان البيان الهام من المستشار مرتضى منصور منذ دقائق. كل الناس كانت مستنيه المستشار هيقول ايه على الكلام اللي اتقال، ولكن كلام محترم جدا من سياده المستشار. كلنا دائما في ظهر بلدنا ومع وطننا، وده اللي احنا اتعلمناه وتربينا عليه، وده اللي بنعمله هنا في قناه نادي الزمالك. نروح ل نادي الزمالك ونروح لنادينا الملكي سريعا، علشان مفيش تفاصيل كتير. انا هكون صريح معاكم، مفيش تفاصيل كتير حاليا داخل نادي الزمالك. كل اللي بيحصل تدريبات جماعيه، الزمالك بيستعد بيبدا يدي كل حاجه. طب امتى التدريبات الجماعيه؟ التدريبات الجماعيه هتكون بكره. ليه؟ عشان كان في راح 4 أيام زي ما انتم عارفين، من يوم الخميس اللي فات لحد النهارده. بكره هينتظم اللعيبه كلها في تدريبات. مين اللي هينتظم في تدريبات؟ لا هينتظم لاعبتنا المتاحه، يعني عندك في لعيبه مع منتخباتها، لعيبه مع منتخب الاولمبي، في لعيبه عندها اصابات. اللعيبه المتاحه هتكون موجوده في التدريبات، بتجهز بشكل قوي جدا للقاء النادي المصري ان شاء الله اللي هيكون يوم 26 نوفمبر. مستر فريرا بيحاول بكل الطرق الممكنه استغلال فتره التوقف دي بافضل شكل ممكن. يعني ايه بافضل شكل ممكن؟ أول حاجة بيدور على المصابين هيرجعوا إمتى، وإزاي أقدر أجهز لعيبتي وأجهز اللعيبة المصابة علشان تكون موجودة. ده أول حاجة. تاني حاجة أجهز اللعيبة الشباب واللعيبة اللي ما كانتش بتشارك الفترة اللي فاتت بدنيا وفنيا توصل في نفس الليفل بتاع اللعيبة اللي كانت في الملعب. تالت حاجة يبدأ يعدل الأخطاء ويجهز برنامج قوي جدا يشتغل بيه مع اللعيبة اللي هتكون موجودة وترجع بعد لقاء المنتخب وبعد معسكر المنتخب الأولمبي. ده كله حاجات بيشتغل عليها فريرا، بيتكلم مع اللعيبة نفسيا، بيشتغل كتير مع اللعيبة، عايز يوصل باللعيبة دي بعد فترة التوقف إن الزمالك يرجع بأفضل شكل ممكن. إن شاء الله ده اللي هيحصل قريبا جدا. نسيب بقى نادي الزمالك ونروح لمنتخب مصر، وهو ده الحدث الأكبر في الفترة الحالية. هنلاعب منتخب مصنف من أهم 5 منتخبات في العالم، منتخب بلجيكا. لقاء ودي، ولكن مهم. مهم في ايه؟ مهم ان انت هتحط ايدك على نقاط قوه وعلى نقاط ضعف. طب هل هقيس نفسي امام منتخب زي بلجيكا؟ يعني ما احنا كنا بنلعب منتخبات سهله والدنيا كانت تمام وممكن نقيس نفسنا عليهم. اقول لك ماشي، ده وارد، ولكن لازم احط نفسي في اختبار صعب. لازم ادخل اختبار صعب عشان فعلا ابدا اشوف ايه اللي ناقصني. وده اللي بيعمله دلوقتي مستر فيتوريا. مستر فيتوريا خلاص طبعا وصل منتخب مصر الى الكويت بطائره خاصه، وقبل ما يسافر مستر فيتوريا اختار قائمه تضم 24 لاعب. حابب افكر حضراتكم بيهم، اكيد حضراتكم شفتوا الاسماء بس نفكر بعض سريعا. محمد الشناوي ومحمد عواد واحمد الشناوي في خط الدفاع، عمر جابر، اكرم توفيق، احمد حجازي وعلي جبر، اسامه جلال، محمود علاء، محمد حمدي وحسين السيد، خط الوسط طارق حامد، حمدي فتحي والنني، امام عاشور ومحمود حماده، محمد مجدي قفشه، طاهر محمد طاهر، احمد مصطفى زيزو، محمد صلاح، محمود تريزيجيه، خط الهجوم كوكا وعمر مرموش، مصطفى محمد. وزي ما قلت لكم وصل منتخب مصر بقائمه قويه جدا من اللاعبين المحليين للكويت، معاهم
تريزيجيه اللي هينضم للمعسكر او انضم للمعسكر قبل السفر على طول. بقيه اللعيبه المحترفه هينضموا للمعسكر في الكويت بكره ان شاء الله، وطبعا محمد صلاح هيكون على راس المحترفين امام عمر مرموش، هيكون موقفه لم يحدد حتى الان، يعني حتى الان بعد اصابته امبارح مع فريقه فلسه مش عارفين ايه اللي هيحصل، هيكون موجود مش هيكون موجود، ان شاء الله يكون اصابه بسيطه جدا ويكون موجود مع منتخب مصر. طب احنا مستنيين ايه؟ مستنيين الفحوصات والتقرير الطبي اللي هيوصل لطبيب منتخب مصر ويكون في استقرار على الحاله، هل اللاعب هيكون موجود ولا وجوده هيكون خطر عليه فيتم استبعاده. اكيد تجربتنا مع بلجيكا مش هتكون نفس الترتيبات بتاعت ليبيريا او النيجر، هيكون مختلفه تماما، هتنزل بشكل مختلف. انا بشوف اللقاءات دي مهمه جدا، بحب اشوف لاعبتنا في اللقاءات دي، ودايما براهن على قوه اللعيب المصري وشخصيه اللعيب المصري، والتاريخ يقول كده. لقاءاتنا مع المنتخبات الكبيره كلنا فاكرينها، كلنا فاكرينها، مصر والبرازيل كاس القارات حاجه في منتهى العظمه 2019 كان 2009 اسف، الدنيا جريت بسرعه قوي والله، انا فاكر الماتش ده كانه امبارح، فاكر الماتش ده كانه امبارح، وهدف زيدان بالتعادل كان بالنسبه لنا حاجه، ايه ده انا تعادلت مع البرازيل، وهدف شوقي لا كان بالنسبه لنا اهداف كتيره جدا. انت اول شوط دخل فيه الجون في اول ثانيتين، ردينا مسكنا نفسنا ردينا بجون 1-1، كان فرحه عارمه، كره اترفعت دخل زيدان، وزيدان مش طويل القامه دخل براسه وحطها، هدف كان قوي جدا، ردوا علينا البرازيل بجونين من كورتين ثابتين على ما اظن، او كورنر وكره ثابته. نزلنا الشوط الثاني كلنا مش هنقول محبطين، ولكن قلنا ايه؟ قلنا نخرج كده، يعني لو هنخرج كده تمام، ولكن هنا ظهر معدن الفراعنه، ظهر معدن لعبتنا الابطال، احنا المنتخب اللي جبنا في البرازيل في التوقيت ده جونين في اقل من دقيقه، انت جبت الجون الثاني والثالث في اقل من دقيقه ونص، انت متخيل؟ دخل عيد عبد الملك عمل كره بكعبه انا مش قادر انساها حتى الان، مش قادر انسى كلمه المعلق اما قال للمخرج عاوب من الاول هات الكره من البدايه، كعب عيد عبد الملك رجع تك راح سايب معوض عمل كره عرضيه ولا اروع لبره، دخل شوقي حط جون، وكلنا سمعنا كلمه سيزر، انت خلاص سيزر الحقيقي هو شوقي، واحتفلنا كلنا قلنا خلاص 3-2 حلوه، يسنتر البرازيل نضغط نضغط بكل قوتنا، نقطع الكرة ثرو باس من ابو تريكه لزيدان هو والجون، زيدان يحطها بشماله في الجون، كان فرحه عارمه مش بس للمصريين، فرحه عارمه لكل العرب ولكل الافارقه. عارفين فرحه صلاح لما صلاح يسجل هدف في بطوله كبيره او في نهائي كبير، كل العرب وكل الافارقه بيكونوا سعداء ازاي؟ دي كانت الفرحه، كل الناس كانت بتحتفل. اخر ثانيتين او اخر تقريبا 4 دقائق ضربه جزاء كان اول مره، ده كان سبب من الاسباب اللي الفيديو يرجع، لقاءاتنا كلها مهمه، رجع الكره جت في ايد المحمدي، جت في ايده بالفعل، اللعيب وقع على الارض، الحكم قال لا العب مفيش حاجه، الحكم الرابع شافها على الشاشه الكبيره وعلى المونيتور فقال له لا طب نرجع، الضغط والنجوم البرازيل ضغطوا على الحكم، الحكم اضطر يحسب ضربه جزاء والحضري كان ممكن يصدها، ولكن مباراه كانت تاريخيه هنتكلم عليها كتير والعالم كله اتكلم عليها. لقائنا مع ايطاليا كسبت حامل لقب كاس العالم، وكان لقاء تاريخي جدا بهدف محمد حمص، وكنا اقوياء جدا، ان شاء الله انا متاكد ماتش بلجيكا هنكون بنفس القوه، ولكن المهم المهم اللي انزل واثق في نفسي، انزل مش مهزوز، انزل عارف ان انا امكانياتي زيك، في اكيد ممكن نقول فروقات في بعض اللعيبه، ولكن انا عندي امكانيات، عندي لعيبة كبيرة جدا، عندنا صلاح، عندنا مصطفى محمد، عندنا تريزيجيه، عندنا النني، عندنا لعيبة كتير تقدر تكون موجودة، إن شاء الله منتخبنا قادر إن هو يعمل نتيجة وأداء مميز جدا أمام بلجيكا. خلونا نطلع نشوف التقرير ده عن ماتش مصر وبلجيكا ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معانا. لكل مباراة عناوين، ومباراة مصر وبلجيكا يمكن أن تضع لها العديد من العناوين، لكن يبقى العنوان الأبرز مرتبطا بنجوم الفريق. في مصر يحمل محمد صلاح أحلام الجماهير على مدار سنوات قضاها في الاحتراف، وما زال خير سفير للكرة المصرية
هو من تغني له جماهير ليفربول كل مباراة، هو من يحمل أحلام الجماهير في الموسم الحالي الذي لا يمر فيه ليفربول بأفضل أحواله. لكن صلاح يظل فتى الأحلام، هو ملك أنفيلد بلا منازع. وفي المقابل فإن كيفن دي بروين هو كلمة السر في أداء مانشستر سيتي في الموسم الحالي. كانت البداية مثالية، دي بروين يصنع وهالاند يسجل، لكن مع مسيرة أرسنال المميزة بدأ الجميع يلاحظ تراجع السيتي على مستوى النتائج. خسر مؤخرا من برينتفورد على ملعب الاتحاد، وأصبح أرسنال على الصدارة، فيما بدأ ليفربول في تصحيح المسار ليستمر سباق صلاح ودي بروين في الدوري الإنجليزي، وهو السباق الذي بدأ منذ سنوات وما زال مستمرا، سباق سينتقل إلى المستوى الدولي حيث يلتقي الفراعنة مع منتخب بلجيكا، مباراة تسيطر عليها مواجهة صلاح ودي بروين في سباق الثنائي نحو الأفضل. سباق جدير بالمتابعة يعول عليه البرتغالي فيتوريا للوقوف على تطور منتخبنا في مواجهة المنتخب المصنف الثاني عالمياً، والكل في انتظار مواجهة دي بروين وصلاح. اهلا بحضراتكم من جديد، وبدايه اخبارنا من عند فريقنا نادي الزمالك، واللي هيستأنف تدريباته غدا يوم الاثنين ان شاء الله بعد انتهاء الراحه اللي حصل عليها الفريق لمده 4 ايام. الزمالك يبدا استعداداته لمواجهه النادي المصري بورسعيدي في دور الثمانيه من بطوله كاس مصر، لا تقام ان شاء الله يوم 26 نوفمبر الجاري. هيكون في استقبال لعيبه الزمالك بكره بعض القياسات، طبعا قياسات لايه؟ وزن، بعض الحاجات في الفتنس، كل لاعب عشان يتحدد له برنامج بدني خاص يبدا يشتغل عليه. طب ليه بكره اول ما يرجعوا؟ طبيعه الحال اي حد فينا بياخد اجازه بيفتح في الاكل سنه، بياكل شويه حاجه زياده، التدريب بيقل ال ال الكلام ده كله، فبيبدا يتعمل له قياسات بدنيه والوزن علشان يتحط له برنامج عشان يرجع للشكل اللي كان عليه. لسه مكملين مع نادي الزمالك، والمره دي من عند فريرة، واللي عنده حرص شديد جدا على مشاهده لقاءات الزمالك الاخيره خلال فتره التوقف، يعني في الفتره دي قاعد يتفرج على لقاءات الزمالك اللي فاتت، سواء بقى في الدوري في السوبر في افريقيا، بيتفرج على حتى من ساعه الهلال قاعد بيتفرج على لقاءات الزمالك، عايز يشوف ايه الاخطاء اللي موجوده عشان يقعد يتشاور مع جهازه المعاون. هيتفرج هو الجهاز يبدأ يحددوا بعض الحاجات اللي يعملوها عشان يعدوا الأخطاء ويعدلوا الأخطاء وما يكونش فيه أي سلبيات فنية، ويبدأ بعد كده يصححها مع اللاعبين عشان نتجنب المشاكل دي في الفترة القادمة. كمان مستر فريرا قرر وضع برنامج بدني مكثف لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين مع العودة للتدريبات غدا يوم الاثنين. طبعا مستر فريرا عايز يطمن على كل اللعيبة وعايز يوصل بمستوى البدني ليهم لأفضل حاجة قبل استئناف اللقاءات من جديد. طبعا ده كله هيكون بعد استئناف أو بعد انتهاء فترة التوقف ونرجع للقاءات، فيقدر بقى يختبر كل اللي عمل في الفترة بتاعت التوقف دي في اللقاءات القادمة. لسه مكملين مع أخبار الزمالك، ونروح الأستاذ أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، واللي حرص على التواصل مع اللاعبين المحترفين المتواجدين خارج مصر لقضاء أجازتهم من أجل الترتيب للعودة لتدريبات الفريق والتواجد بشكل طبيعي مع زملائهم بداية من غدا يوم الاثنين. إن شاء الله يجوا مصر بألف سلامة. نضاي موجود في مصر، المسافر زكريا والمسلوسي وسامسون يرجعوا بألف سلامة وينتظموا غدا في تدريبات نادي الزمالك. دلوقتي تعالوا نطلع تقرير علشان نشوف أكتر ونعرف أكتر عن نادينا، ونرجع نبدأ أخبارنا المتنوعة. Baby, you give me ice and fire. You give
الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف، سجل للفارس الأبيض إبراهيم ناداي ويوسف أسامة نبيه، وسجل زيزو هاتريك. خلال شهر نوفمبر يترقب جمهور الزمالك قرعة دوري أبطال إفريقيا. الزمالك تأهل لدور 16 في انتظار المجموعة التي سيقع فيها الفارس الأبيض، وبعد مواجهتي إفريقيا بدأ الزمالك حملة الدفاع عن لقب الدوري. البداية كانت أمام سموحة، وحقق الفارس الأبيض الفوز بهدفين، وفي الجولة الثانية كرر الزمالك نفس النتيجة على حساب سيراميكا كليوباترا. وفي شهر نوفمبر وبعد قرعة دور المجموعات بدور أبطال إفريقيا سيكون الزمالك على موعد مع مواجهة مرتقبة، مباراة المصري في ربع نهائي كأس مصر للموسم الماضي. هي مباراة يعتبرها جمهور الزمالك الرهان الجديد، رهان على قدرة الفارس الأبيض على تخطي العقبات، رهان على ذكاء البرتغالي فيريرا في التعامل مع المرحلة المهمة من أجل أن تكون الخطوة المقبلة بانتصار بتأهل إلى نصف نهائي الكأس، من أجل استمرار البطل في الدفاع عن لقبه حامل لقبي الدوري والكأس. يدخل مواجهة المصري وشعاره الفوز فقط. بعد ما خلصنا أخبار نادينا الملكي نروح للأخبار المتنوعة. البداية من منتخب مصر، منتخبنا الوطني واللي وصلت بعثته طبعا بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إلى الكويت الشقيقة عصر اليوم، بعد رحلة استغرقت 3 ساعات، واستقبل البعثة منتخب مصر معالي السفير أسامة شلتوت وأحمد أبو المجد مستشار السفارة المصرية في الكويت، في حضور وليد العطار مدير التنفيذي لاتحاد الكرة ومحمد غرابة المدير الإداري للمنتخب. طبعا المنتخب هيخوض مباراة ودية ضد بلجيكا يوم الجمعة اللي جاية، كل الوطن العربي منتظرها، لقاء قوي جدا، كمان المصريين بالتحديد مستنيين نعرف اللقاء هيكون عامل ازاي. لسه مع اخبار المنتخب، والمنتخب الاول واللي بتنتظر مباراة قوية جدا امام منافس من العيار الثقيل هو منتخب بلجيكا الساعة 5 مساء يوم الجمعة اللي جاية في الكويت، ومن وقت اعلان قائمة منتخب بلجيكا في كأس العالم. وكل بدأ يسأل مين يا ترى يا هل ترى هيكون موجود في دفاع منتخب مصر في اللقاء الودي علشان يقدر يوقف الدبابة القاطرة البشرية لوكاكو. لوكاكو مهاجم فريد من نوعه، مهاجم قوة بدنية كبيرة جدا، مهاجم شرس، مهاجم بيشوط كويس جدا، بيلعب بهيد كويس جدا، حتى الناس في بلاي ستيشن ساعات بيلعبوا ببلجيكا عشان خاطر لوكاكو، بانتر عشان خاطر لوكاكو. وعرفنا كمان ان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب شبه استقر على ثنائي خط الدفاع وهم حجازي وعلي جبر، وهيكون محمود علاء واسامه جلال في مقاعد البدلاء. فمتهيألي هيكون طبعا ريسك كبير وهم كبير على اللعيبه، فكره مين هيكون مع لوكاكو، مش تقليلا من لعبتنا، ولكن عارفين قيمه اللعيب، وعارفين طبعا ان منتخبنا كمان بيفتقد قيمه مهاجم مدافع كبير جدا الونش عشان الاصابه، وعامل عمليه في انجلترا دلوقتي، بتقلي الونش كان ممكن يوقف لوكاكو. طبعا بهرج، كل لعبتنا جامدين جدا، سواء اي حد هيكون موجود اكيد هيكون قوي جدا. كمان عبد المنعم بيغيب عشان الإصابة، ولكن كل ثقة في أيا كان مين هيكون موجود، في محمود علاء، في أسامة جلال، في علي جبر، كمان في حجازي، أيا كان مين فيهم اللي هيكون موجود عندنا ثقة كبيرة جدا فيهم ويظهروا بشكل قوي، وده هنشوفه يوم الجمعة. نروح للمنتخب الأولمبي واللي هتغادر بعثته بكرة يوم الاثنين إلى مدينة الرباط المغربية، وهيكون كابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة هو رئيس البعثة. طبعا منتخبنا هيخوض مباراتين وديتين أمام نظيره المغربي يوم 17 و20 نوفمبر الجاري. نتمنى التوفيق للمنتخب الأولمبي تحت قيادة المدرب البرازيلي ميكالي، ومواجهتي المغرب مهمين جدا علشان يزيد الانسجام بين اللاعبين، خصوصا أنه بينتظرنا يعني مهمة صعبة أمام منتخب زامبيا في المرحلة الأخيرة لتصفية مؤهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام، واللي هتكون مؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.
من المنتخب الأولمبي لمنتخب الناشئين عنده مباراة مهمة جدا بكرة أيضا أمام نظيره المغربي في ختام تصفيات شمال أفريقيا مؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عام. والنهاردة اختتم منتخبنا للناشئين تدريباته تحت قيادة الكابتن محمد وهبة، منتخب جيد جدا على فكرة، ومعاهم مدير فني كابتن محمد من المدربين الأقوياء جدا، بيستعدوا لمواجهة منتخب المغرب بكرة الساعة 4:30 العصر بتوقيت القاهرة في مباراة هتقام على ملعب الرويبة. طبعا يعني منتخبنا محتاج يحقق الفوز على المغرب علشان نتساوى معاهم في النقاط ونوصل للنقطة رقم 6 وننتظر نتيجة لقاء ليبيا وتونس اللي هيتلعب في نفس الوقت، وفي حال فوز تونس أو انتهاء اللقاء بالتعادل يضمن منتخبنا التأهل بشرط الفوز على المغرب. طبعا احنا محتاجين الفوز فقط، يعني انت لازم تفوز وتنتظر اللقاء الثاني، ودي مشكلة يعني احنا اللي حاطين نفسنا فيها، ولكن هنشوف منتخبنا هيقدر يعمل ايه. وانتصار منتخب ليبيا يساوي بالنسبة لنا مشكلة، يعني انا هقول لكم احتمال صعود منتخب الناشئين. تعالوا نشوف كده مع بعض احتمال الصعود. اول حاجة فوز مصر بنتيجة 2-0 او 2-1، او فوز مصر بنتيجة 1-0 بشرط تعادل او خسارة ليبيا امام تونس. طب احتمال صعود المغرب هو فوز المغرب او تعادل مع منتخب مصر، احتمال صعود ليبيا فوز مصر 1-0 وفوز ليبيا باي نتيجة. يعني انا محتاج افوز بهدفين، ده شرط اساسي، افوز بهدفين وانتظر الناحية التانية ايه اللي ممكن يحصل. بس ان شاء الله يعني عندنا ثقة في منتخبنا، نعمل اللي علينا، نعمل اللي علينا، نفوز 2-0 ونتأهل مباشرة، ونفوز أكتر، نبذل مجهود، وإن شاء الله واثقين في منتخب الناشئين وكابتن محمد وهبة. نروح لخبر كل العالم كان منتظره، وصول مجسم كأس العالم إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد انتهاء جولته العالمية بأكثر من 54 دولة حول العالم قبل افتتاح النسخة الجديدة من البطولة في قطر الأحد القادم. ويلتقي منتخب قطر مع منتخب الإكوادور في المباراة الافتتاحية للبطولة في الظهور الأول بتاريخ المنتخب القطري في منافسات كأس العالم. امبارح بقى كل مشجعين أرسنال نايمين سعداء ويقول لك أنا الأول وخلاص والدنيا هتضحك لنا السنة دي. امبارح فريق أرسنال عزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد صراحة فوز مستحق على وولفهامبتون بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي، ليصل رصيده إلى 37 نقطة برصيد 5 نقاط فارق عن مانشستر سيتي الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، واللي تلقى هزيمة بالأمس أمام برينتفورد يعني بهدفين مقابل هدف. أرسنال تحت قيادة صراحة أرتيتا عاملين شغل حلو جدا في الدوري الإنجليزي، 14 لقاء تحت قيادته في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، فاز في 12 مباراة وتعادل في مباراة واحدة وتلقى هزيمة وحيدة. وعلى الصعيد الأوروبي أرسنال تأهل كمان لدور 16 في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي بعد تصدر مجموعته ب 15 نقطة جمعهم من انتصارات 5 انتصارات وخسارة واحدة في المرحلة اللي فاتت. والنهاردة عندنا العديد من المباريات أيضا، في لقاءات فيها تكون ممتعة صراحة، هيظهر أمامنا على الشاشة اللقاءات بتاعة النهاردة.
بعد ما خلصنا أخبارنا عن منتخب مصر وكمان أخبارنا العالمية، خلونا نطلع نشوف تقرير، ومن بعد التقرير نستقبل ضيفنا كابتن أشرف عبد الجليل. خليكم معنا. قبل التوقف الدولي الإجباري بسبب إقامة كأس العالم 2022 في الفترة المقبلة، الكل كان يترقب نتائج الجولة الأخيرة قبل التوقف، الكل كان ينتظر مفاجآت الدوري الإنجليزي الممتاز، الكل كان يراهن على سقوط أرسنال واشتعال الصدارة. ولأن كرة القدم لعبة المفاجآت، حدث ما لم يتوقعه أحد. سقط مانشستر سيتي على أرضه ووسط جماهيره، خسر أمام برينتفورد بثنائية كانت قابلة للزيادة في ليلة غاب فيها التوفيق عن نجوم السيتي، وكان هالاند الحاضر الغائب ظهر كالشبح أمام الفريق الصاعد في الموسم الماضي، لكنه أثبت قدرته على البقاء بين الكبار، تلاعب بنجوم السيتي أمام أعين بيب جوارديولا ليسجل إيفان توني هدفي الفوز. وفي المقابل فإن أرسنال يقبل الهدايا، واجه ليفرهامبتون وحقق الانتصار في لقاء سجل فيه مارتن أوديغارد هدفي الفوز، ليستمر أرسنال على القمة ويغرد منفردا، وعلى نفس الطريق سار ليفربول الذي عاد للانتصارات بعدما فاز على توتنهام بفضل صلاح الذي سجل ثنائية. فاز في الجولة الأخيرة على ساوثهامبتون بثلاثية ليصعد للمركز السادس في رحلته لتصحيح المسار، واستمر نيوكاسل في مغامرته هذا الموسم. فاز على تشيلسي بهدف وحيد ليستمر في المركز الثالث، أما توتنهام فاحتفظ لنفسه بكل الإثارة. فاز على ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة مجنونة ليحتفظ بالمركز الرابع وحصيلة البريمير ليج قبل المونديال. ليفربول يعود، السيتي يسقط، وأرسنال يغرد منفردا. أهلا بحضراتكم من جديد، نورني في الاستوديو كابتن أشرف عبد الجليل نجم النجوم نادي الزمالك. يعني أنا بستمتع بالكلام مع حضرتك يعني يا أبو كابتن، منورني كالعادة. أهلا بيك، ربنا يخليك، ميرسي زوك أوي. النهارده هنتكلم في اكتر من حاجه، هنتكلم عن الزمالك، هنتكلم عن المنتخب الاولمبي والشباب، وعن منتخب مصر ولقاء بلجيكا، ولكن البدايه مع نادي الزمالك. عايزين نتكلم كده، الزمالك يقدر يصحح الاخطاء بتاعت الفتره اللي فاتت دي في الوقت الحالي، ولا محتاج وقت اكبر من كده؟ لا، خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن حضرتك قلت الفتره اللي جه فيها بروف سفريرا، كل فتره بيجي يتولى الزمالك كان بيفرق في الفتره اللي هي فتره الراحه دي، بيعرف يشتغل على السلبيات كويس قوي، وبيعرف يرجع لعيبه كويس قوي، بيرجعهم من الحاله النفسيه والحاله الايجابيه والحاله الفنيه، بيشتغل عليها كويس قوي. يمكن شفت في تقرير في القناه ان بروف بيجيب الماتشات الاخيره بتاعنا الزمالك عشان يتفرج عليها، عشان يعرف ايه السلبيات وايه الايجابيات اللي يشتغل عليها. سلبيات سواء في ماتش امبي او في ماتش سيراميكا او في ماتش سموحه، ايه السلبيات اللي بيشتغل عليها في الدوري؟ لان خلاص اوكي، صفحه الدوري هي اللي اشتغل عليها. هو طبعا بيشوف عوده المصابين، بيطمن من الجهاز الفني، لكن هو الفتره دي جت راحه في نادي الزمالك؟ اه، جت مصلحه في نادي الزمالك، جت مصلحه بعد التعادل بتاع انبي الشهر اللي قاعد بتاع كاس العالم ده في الفتره اللي اشتغل فيها. اه طبعا هتبقى راحه ايجابيه هائله جدا، هيبقى فيها عوده الشغل والثقه، الكوميونيكيشن اللي بيعمله التواصل بين اللعيبه، مستر فيريرا بيعمله حلو قوي. ازاي يرجع اشتغل في نادي الزمالك زي ما كان بيشتغل اول ما جه مسك خد دوري وخد كاس؟ ازاي يرجع اشتغل بنفس الاسلوب ونفس الطريقه تاني؟ ازاي اللعيبه تبقى مقربه من بعضها كويس قوي؟ ما يبقاش فيه الانا، يبقى في الجماعي، يبقى في التيم، في الشكل اللي بنشتغل بيه. هيرجع الفتره دي اه، هيبدا يقعد معاهم كويس قوي على الشكل النفسي، صحيح، على الشكل الفني، على التمركز اللي كان مش متواجد او كان بشكل الى حد ما سلبي في الماتشات اللي فاتت، هيبدا هو يصحح الحاجات دي. لان البروف هيبدا في الفتره دي يعمل حاجه اللي هو ايه زي ما بقول لك، صحيح، التخصصي. التمرين التخصصي سواء مدافعين او نص ملعب او مهاجمين، يعني هو بيبدا يشتغل معاهم حاجات تخصصيه عشان نعالج الاخطاء الدفاعيه اللي كانت موجوده. ده طبيعي، طبيعي لازم يشتغل على القصه دي، لان انت لو شفت الجول الاخير اللي جه فينا في ماتش انبي، لا التمركز كان بشكل غير جيد خالص. هل ده هياخد وقت طويل؟ لا، هو ما بياخدش وقت طويل مع لعيبه الدرجه الاولى. ولا يعني حسب استجابه اللاعب، حسب استجابه اللاعب، ودول كلهم لعيبه دوري ممتاز ولعيبه منتخب مصر وعندهم من الخبره الكافيه انه يقدر يستجيب بسرعه.
عندهم الخبره الكافيه لان كلهم لعبوا دوري ممتاز قبل كده، سواء الزناري او حسام عبد المجيد بقى المنتخب الاولمبي وكان استودع على منتخب مصر طبعا، وسواء عندي عبد الغني طبعا هقول الونش خلاص الاصابه بعيده خلاص دلوقتي لما يرجع بالسلامه ان شاء الله رب العالمين تمام، هيبقى عندي برضو الجزء ده هيشتغل عليه ويرجعوا بسرعه كويس قوي ان شاء الله. يعني على ذكر الونش، هل غياب الونش هياثر الفتره اللي جايه دي حتى قبل الفاصل او قبل نبدا؟ يعني بقول لحضرتك انا الونش كنا محتاجينه في افريقيا بشكل كبير جدا كمان. خلينا اقول ان الونش هيأثر فنيا تمام، بس غيابه مش هيأثر فنيا كتير قوي او هيأثر معنويا طبعا. عند الزناد يعني هو عنصر الخبرة في خط الدار في الزمالك طبعا موجود كتير جدا، هو بيقدر يشيله ويقدر يحرك اللعبه اللي جنبه. لان انا بشتغل النهارده لما الونش بيلعب، لو لعب جنب حسام عبد المجيد بيقدر يحركه كويس بخبرته، زي ما بقول لك بالخبره الماتشاته الدوليه او الماتشات المحليه بيعرف يحرك السنتر باك اللي جنبه كويس قوي. يعني احنا عشان الناس تبقى فاهمه، حسام عبد المجيد مدافع حلو قوي، الزناري مدافع جامد جدا، عبد الغني قوي جدا، محمد طارق ايضا من اللعيبه اللي انا بحبها جدا، بحب اسلوبها يعني حتى مع منتخب الاولمبي او نادي الزمالك السنه اللي فاتت كان قوي جدا، ولكن وجود الونش جنبهم بيديهم تقل كده، انت بتحس بالثقه وبالامان وانت جنبك اجمل مدافع في مصر، فانت حاسس ان دايما هو بيديك اطمئنان زياده عن اللزوم. بص هي دي حقيقه، دي حقيقه. يمكن محمد طارق كان مع منتخب الاولمبي سلبي كويس قوي، بيعرف يلعب وزيد بالكوره كويس قوي، فرق بينه وبين حسام عبد المجيد في الناحيه الطوليه والجسمانيه، لكن طارق كورته اعلى، حسام اقوى. يمكن لو اشتغلوا الاثنين هيبقوا كويسين قوي على المدى البعيد مع نادي الزمالك طبعا. وجود الونش دي عنصر شباب طبعا، طبعا دي هتفرق كتير جدا مع سيف جعفر، مع يوسف اسامه، مع نيمار، المجموعه اللي لعبوا مؤخرا في الموسم اللي فات هنا بيهم الموسم هيفرق كويس قوي. الونش بيفرق مع اللعيب اللي بيلعب جنبه، بيقدر يوجه كويس قوي، التوجيه مهم جدا بين اللعيبه وبعضها. قلت لحضرتك يمكن حته التواصل او الكوميونيكيشن اللي بيعمله المدرب الفني بين اللعيبه وبين بعضها. النهارده لما الونش بيجي بيقول لك روح انت اطلع قدامي اقطع واحده وانا بغطي وراك، اتحرك النمر لجوه، اتحرك مثلا للمسلوس لجوه، او اتحرك لعبد الشافي، اتحرك او فتوح، بتفرق كويس قوي طبعا. الكلام بيفرق بنسبه 50% من التغطيات. ان شاء الله خط الدفاع يظبط في الفتره اللي جايه. ونروح من خط الدفاع للهجوم. هجوم الزمالك الفتره اللي فاتت بيهدر كرات كتير، بيضيع كتير، لسه ما ترجمناش كل الخطوره بتاعتنا على المرمى. في ظل ده كله سيف الدين مع منتخب تونس، طبعا كل التوفيق ليه والمنتخب تونس. مين ممكن يعوض مكان سيف الدين الجزيري في اللقاءات اللي جايه، تحديدا لقاء الكاس امام المصري؟ هنقول اتمنى يكون يرجع ان شاء الله من الاصابه سامسون، يقدر يعوض في المكان ده. لو يقدر يعوض برضه مع يوسف اسامه نبيه، يقدر يعوض في الاسترايكر. ممكن اوباما ساعات بيشتغل في الجزء ده تمام، انما انا اتمنى ان هو سامسون. ممكن يوسف حسن لاعب الزمالك جابه لاعب ناشئ كويس، لاعب كويس قوي على فكره، ولاعب هايل برضه من صغر السن، بس عنده باور وعنده طاقه عاليه جدا، كابتن منتخب سنه وعايز يثبت نفسه وعايز يشتغل، وبيلعب سترايكر صريح في الحته دي. ونضاي برضه ممكن يلعب فيرود، ونضاي ممكن يلعب بس مش يبقى سترايكر 100%. يعني في فرق بين لما بتلعب سترايكر صريح ممكن سترايكر ايه، ممكن نقول الشادو سترايكر الموجودين نضاي واوباما. لا تمام تمام، نضاي اوباما، انما هو اللي ممكن سترايكر صريح وقاعد سامسون هو السترايكر. يوسف اسامه نبيه بيلعب سترايكر. يمكن حسن يوسف او يوسف حسن. انا متهيألي في ظل غياب سيف ادى فرصه لاكثر من فرود ياخد تحدي وياخد التحدي، والفرص دي هي اللي بتولد النجوم. يعني انا شايف ان واحد زي يوسف حسن ده لو اخد فرصه مش هيسيب، يعني لو اخد فرصه في اللقاء مش هيسيبها. خلينا نقول ان الفرصه دي لما جت للشباب لعيبه الزمالك السنه دي مسكوا فيها كويس قوي ما سابوهاش، فاتمنى تكون الفرصه دي فعلا اياب الجزيري مع منتخب تونس بالتوفيق ليهم ان شاء الله ان يثبت نفسه كويس قوي، لان دي فرصه. الماتشات دي بتبقى مولد نجوم من الشباب، مش هقول من الناشئين بقى خلاص عدينا مرحله الناشئين، لا خلاص بقى بتبقى مولد نجوم من الشباب. يا اما انت تكون او لا تكون، يا موجود في نادي الزمالك وتلعب باسم الزمالك وكل لعيب فينا بيبقى فخر اللي يلعب باسم الزمالك طبعا، يا تبقى موجود يا تبقى مش موجود بعد كده، يا تطلع اعاره يا تبقى مش موجود. ففرصه امسك فيها، زي ما بقول لك ايه، بقول لك يعني باللغه الكوره كده امسك فيها بايدك واسنانك. صحيح، فرصه ممكن ما تجيلكش غير مره واحده، استغل الفرصه كويس قوي. انا متاكد ان هو لعيب ذكي وهيمسك في الفرصه، او كلهم لعيبه اذكياء يمسكوا في الفرصه سريعا. وخليني اروح بقى لمنتخبات مصر. تمام، في اكتر من منتخب هنتكلم عنه، تحب نبدا بمين؟ خلينا نبدا بمنتخب الناشئين. ماشي، اللي عنده صراع قوي. المرحله دي انا لعبتها، كنت كابتن منتخب مصر الناشئين وحصلت على بطوله افريقيا وحصلت سادس عالم، فانا حاسس بيهم في الوقت ده وحسيت بيهم في القصه دي. يعني منتخب الناشئين يعني صدمنا بخساره ماتش ليبيا الاولاني، ما كانش حد فينا متوقع. والبطولات المجمعه دي منتخب جيد معاه مدير فني كابتن محمد وهبه، مدير فني جيد جدا. خلينا اقول لك ان المنتخبات الناشئين او منتخبات الكبار او منتخب مصر الاول في البطولات المجمعه بنفرق قوي،
بيبقى عندنا تقارب من بعض قوي، قريبين من بعض قوي. انا عشت القصه دي، كنا بنروح نكلم بعض في الاوضه. احنا نلعب مثلا ماتش منتخب تونس الجاي، انت هتلعب يا اشرف على علي الزيتوني في نص الملعب، هتلعب لا لازم نقرب المساحه، عندهم الفيرود سريع، عندهم بتاع نص الملعب اسرع، عندهم بنعيش اللقاء من قبليه بيوم وقاعدين بنتكلم تمام. دي حقيقه، دي حقيقه. فمنتخب الناشئين عنده فرصه، ما عندوش لا بديل غير المكسب على المغرب. عايزين نكسب 2-0 ونصعد نستريح. لازم يكسب، انت ما فيش قدامك غير المكسب. اللاعب المصري لما بتحط تحت ضغط بيطلع افضل معاه، نتيجه ايجابيه عاليه جدا. لو انت محطوط تكسب او تتعادل هتصعد، بنخسر. لا هو ما فيش قدامه غير المكسب. لما تحط بديل، لا انا ممكن اتعادل، لو تعادلت مش مشكله. لو يعني ممكن اتعادل واصعد، لا ما فيش قدامك غير بديل المكسب، مش اقل من 2-0. هو 2-0 عشان اصعد، ما استناش الناحيه الثانيه ليبيا وتونس. مش عايز استنى ليبيا وتونس، مش عايز العب على الماتش ده، مش عايز العب على النتائج الاخرين. خلينا نلعب على نتائجنا وانا اللي اكسب عشان اعدي المرحله. ماتش مش سهل، ان برضو المغرب عشان تصعد لازم تكسب مصر. لازم يكسبك. ده ماتش هيبقى ماتش، وليبيا عشان ده تصعد لازم تكسب وتستنى تونس. مصر تخسر. لازم تكسب تونس وتستنى تخسر من ايه؟ من منتخب المغرب. ففي عقربه في الموضوع. قويه جدا، احنا بس هقول لحضرتك احنا حاطين نفسنا في العقربه دي من خساره ليبيا. لو انت كسبت او تعادلت كان هيفرق قوي. بس احنا مش هنقول زي ما بقول لك اوروبا ضرت من الفعل. انا متاكد ان بكره الرجاله يعملوا ماتش قوي جدا ويفوزوا 2-0 وممكن اكتر ومستريح. منتخب المغرب منتخب قوي على فكره، ولكن انا عندي ثقه في لعيبتنا. منتخبنا عندنا لعيبه رجاله. زي ما قلت لحضرتك اللاعب المصري بيبان معدنه في الوقت ده. هيعملوا ماتش كويس قوي وان شاء الله المكسب يكون حليفهم باذن الله. ان شاء الله يعملوا بكره اللقاء ونحتفل بصعودهم ونروح للمنتخب الاولمبي. ايضا هيلاعب نظيره المغربي، ولكن لقاءين وديين، بيستعد للقاء زامبيا اللي هيكون قوي جدا في المرحله الاخيره لصعودنا لتصفيات امم افريقيا المؤهله لباريس 2024. هو ماتشين منتخب المغرب مع منتخب مصر الاولمبي هيبقى ماتشين مهمين جدا. اللعب مع شمال افريقيا بيفرق قوي، بس كنت اتمنى ان العب مع ماتش افريقيا قبل زامبيا. نفس الفكر، نفس القوه البدنيه والاحتكاك، نفس اللعبه اللي نفس اللعبه اللعبه. انت تلعب شمال افريقيا المغرب فمش هتبقى مجزيه قوي فنيا زي ما هتلعب زامبيا. كنت ممكن تلعب مع غانا، مع نيجيريا، مع الكاميرون، مع الكونغو الديمقراطيه، اي فرقه افريقيه، عشان هتلعب بنفس الاسلوب وبنفس الطريقه. هتقدر تجرب فرقتك او طريقتك اللي هتلعب بيها مع زامبيا، لان هو بنفس الجو، هيبقى نفس اللعبه. عامل الوقت او عامل الماتش نفسه هيفرق معاك قوي غير ماتش شمال افريقيا. يمكن هتستفاد فنيا الى حد ما، بس مش يعني هو لقاءين ورا بعض، ماتش 17 وماتش 20 هتستفاد طبعا، ولكن حضرتك تقصد ان المغرب عندها كوره مختلفه، عندها كوره مختلفه غير افريقيا خالص، لان اللعب في شمال افريقيا غير اللعب في افريقيا وجنوب افريقيا والوسط والقصه دي، فادغال افريقيا مختلف. انت هتلعب زامبيا، فكنت اتمنى نعمل ماتش ودي مع فرقه افريقيه قبليها، يعني نفس الجو، تحط في نفس فرقه في الجنوب، فرقه من الوسط، فرقه نبعد عن الفرق اللي شبهنا اللي بتلعب كوره اكتر وعايزين يعملوا كوره جماليه اكتر. انا كنت عايز اتحط تحت ضغط في العامل وفي الجو وفي الفرق الافريقيه نفس، لان هروح العب زامبيا، العب كاميرون، العب غانا، العب حاجه من المنتخبات القويه في الجزء اللي شبه زامبيا، لان الجزء اللي انت هتروح تلعب هتلاقي عندك الجو حر، هتلاقي عندك الجماهير بتشجع من اول دقيقه لحد اخر دقيقه، هتلاقي عندك حاجه هتضايقك في الفندق، هتلاقي كنت لازم اتحط تحت الضغط ده مع فرقتين افارقه قبل ماتش زامبيا. على فكره الناس اللي فاكره زامبيا منتخب سهل خالص اطلاقا، يعني زامبيا في المرحله دي منتخب قوي جدا، منتخبات الشرسه، عشان كده منتخب الاولمبي عامل معسكر وشغال من بدري علشان يبقى جاهز على اكمل وجه. منتخب الاولمبي السنه دي ناس اتكلمت ان ما فيهوش اسماء زي منتخب الاولمبي واولمبياد المره اللي فاتت، وكان في مصطفى محمد، رمضان صبحي، ولعيبه كتير موجوده في منتخب، حتى محمد صبحي كان الحارس، يعني هتلاقي في كل خط واحد اتنين تلاته الناس عارفاهم واسماء الناس عارفاهم ونجوم، امام عاشور، نجوم كبير كتير جدا كانوا موجودين. المنتخب ده انا شايفه مظلوم شويه، شايف الناس بتقعد تقارنه باللي فات. يا جماعه المنتخب ده انا شايف ايضا فيه لعيبه كويسه، بس احنا لسه ما شفناهمش في احتكاكات، او زي ما حضرتك قلت نعمل لهم معسكر ومعسكر مجمع فتره طويله ونخش نلعب البطوله، ده لسه ما حصلهمش. لا لا لا، خلي المقارنه تبقى ظلمه كتير جدا. ده في مقارنه ثانيه هقول لحضرتك عليها خالص، يعني جايين مع بعض في السكه المقارنات دي، وخصوصا مقارنه صلاح، يعني في مقارنات كتير جدا هنتكلم عليها. لما المقارنه المنتخب اللي هو المنتخب الاولمبي اللي كان برضه مع كابتن شوقي غريب، كان رمضان صبحي ومصطفى محمد وفتوح امام عاشور وعبد المنعم، كانوا لعيبه كويسه قوي. محمد صبحي حراسه المرمى، محمد صبحي يمكن فرق معاهم ان هم كانوا بيلعبوا في الدرجه الاولى من بدري قوي، بيلعبوا في دوري ممتاز من بدري، فده تعرف اسمهم من بدري قوي، فده اللي مخلي المقارنه كده. يمكن لعيبه المنتخب الاولمبي ما فيهمش لعيبه كتير قوي بتلعب في الدوري الممتاز، ولينا وحتى لو اللي موجود بيلعب ممكن يكون احتياطي، بيلعب على استحياء في الفرقه عنده في النادي. فدي اللي مخليه الاعلاميين او المقارنه بتبقى يعني كبيره، بس دي مقارنه ظالمه طبعا، عشان ما اقدرش اقارن بناس كانت بتلعب من بدري في الدوري الممتاز، رمضان والمجموعه اللي كانوا موجودين معاهم ومصطفى محمد والقصه، كانوا مجموعه كتير جدا، وفي منهم لو احترفوا كمان، في احترفوا طبعا
طبعا يمكن انا كنت في حلقه مع حضرتك قبل كده، اتمنى لعيبه المنتخب الاولمبي ومنتخب الشباب والناشئين اتمنى اللي له الطريق يتكل على الله واحترف ان شاء الله يعملوا شغل كويس ويعملوا فتره اعداد قويه جدا. نروح بقى لمنتخبنا الاول، وعندنا لقاء انا مستنيه بصراحه، مستنيه. انا بحب اشوف منتخبنا في الصدمات دي. شايف لقاء مصر وبلجيكا ازاي، وازاي نستعد لمثل هذه اللقاءات الكبرى؟ بص، خلينا نقول لو احنا رجعنا على الفترات المنتخبات القويه كنا بنلعب البرازيل، بنلعب البرازيل وايطاليا والبرتغال والارجنتين. طبعا كنا عاملين ماتشات عاليه جدا، بس الجيل كان مختلف طبعا، وكان التوقيت مختلف. احنا عندنا يمكن لعبنا بلجيكا دي اربع مرات، اربع مواجهات كانت مع بلجيكا قبل مواجهه اللي هي المواجهه القادمه. الاربع مواجهات كسبنا ثلاث مواجهات وخسرنا مواجهه. اخر مواجهه خسرنا 3-0. المواجهه دي كانت في 2018، وفي 99 كنا كسبنا 4-0. شوف التعامل، التقدم والتطور والتكنولوجي مع منتخب بلجيكا بقى مصنف في منتخبات العالم، واحنا فين؟ احنا التطور بتاعنا فين؟ احنا الشغل بتاعنا فين؟ الشغل بتاعنا مع منتخب الاولمبي ومنتخب الشباب، احنا بنقول دول نواه المنتخب لازم يكون في تطور عالي جدا وشغل استعداد للمنتخب الاول. احنا بلجيكا في حته وانا في حته ثانيه خالص. احنا كنا النهارده بنلعب البرازيل، لا نهيب البرازيل ولا ايطاليا ولا بلجيكا، ولا كنا بنعمل حساب لاي حد. احنا كنا فرقه قويه جدا، كنا واقفين على رجلنا كويس قوي، كنا بنستعد كويس قوي. انما احنا فين من 2018 لدلوقتي؟ في المنتخب مصر من 2018 ل 22، في المنتخب بلجيكا من 2018 او 99 اللي احنا كسبناه 4-0 ل 2022. منتخب بلجيكا مصنف من المنتخبات اللي هي الاولى على العالم. يعني ده الاحتكاك بتاعك، احتكاك هيفيدك فنيا، مش هيفيدك فنيا بنسبه 100%. هيفيد فنيا ان انا عايز ارجع لعيبه منتخب مصر، او اعرف اقف على مستوى اللعيبه ازاي، واعرف اشتغل مع لعيبه ازاي. هعرف لو انا عندي بديل هيشتغل ازاي في عدم وجود صلاح او في عدم وجود تريزيجيه، لو عندي لعيب محل هيشتغل بيه ازاي، او اشتغل باللعيبه الاوروبيه اللعيبه المحترفين عندي. هل تقصد ان في اللقاء ده لازم اشتغل على سيناريوهين؟ سيناريو المنتخب فول تيم والعب بكل قوتي في وجود صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه والمحترفين، ومرموش ان شاء الله يكون سليم وينضم، وممكن في بعض الاوقات يلعب بالمحليين فقط، نشوف بديل، ممكن صلاح يلعب فرويد وينزل زيزو، فلان يلعب في حته وينزل لعيب تاني، فكره يجرب كل الاشكال بحيث ممكن نكتشف لعيب محلي بكواليتي مختلف، زي ما كيروش وجد لنا امام عاشور باك رايت. وجد لنا امام عاشور، وجد عبد المنعم، وجد فتوح. بس خليني القصه، انا مش جاي اجرب في ماتش بلجيكا. ماتش بلجيكا هيفرق معاك في التصنيف الدولي. هيفرق معاك، انا مش جاي اجرب النهارده، النتيجه هتفرق معايا قوي. ما جيش اجرب اللعيبه المحليين بس واخسر 3 4 5 والقصه دي، لا لا ما ينفعش. ما برضو احنا، انا منتخب مصر تمام، يعني خلينا نتفق ايا كان تاريخنا اخر كام سنه او اخر 7 8 سنين في قاره افريقيا ايه. انا وصلت 2 فاينل بس انا في ما كسبتهمش، ولكن انا اكتر منتخب واخد بطوله افريقيا، انا اكتر منتخب بيتعمل له حساب في القاره دي على فكره، مهما كان انا شكل ايه دلوقتي. بس خلينا نتكلم على ارض الواقع، على ارض الواقع اللعيبه اللي عندي قد ايه. كنت حضرتك بتقول مقارنات مع منتخب الاولمبي اللي فات ومنتخب الاولمبي دلوقتي، وقلنا مقارنه ظالمه طبعا. عندي كل المحللين وكل الرياضيين والنقاد بدون ذكر اسماء يعني بيعملوا مقارنه مع محمد صلاح في ليفربول، بيعملوا مقارنه مع محمد صلاح في منتخب مصر. مش هقول لحضرتك مقارنه ظالمه، ده فرق شاسع جدا. لو قلنا مقارنه محمد صلاح مع ليفربول، هل لعيبه ليفربول هي لعيبه منتخب مصر؟ استحاله. هل طريقه لعب كلوب هي طريقه لعب فيتوريا؟ هل منتخب مصر عنده متطلبات زي ليفربول؟ لكن يعني حاجات كتير. خليني اقول لحضرتك حاجه، هل توافر امكانيات اللعيب المصري هي نفس توافر اللعيب اللي في ليفربول؟ لا، وفتره الاعداد عامله ازاي، والشغل عامل ازاي، وفي انسجام عامل ازاي، ده كله في مكان تاني. ودنا شايفين برغم كل الامكانيات دي وليفربول فين؟ المركز الثامن ولا السابع؟ طيب لما جينا كنا بنقول في مقارنه بين ميسي في منتخب اللي كان بيلعب في برشلونه ومنتخب الارجنتين. ميسي قعد كام سنه ما خدش ولا بطوله؟ لسه بطوله واحده بس، بطوله واحده من 10 سنين بيلعب مع منتخب ايه؟ ما الناس كلها على امل، لسه هنيجي لكاس العالم بشكل كبير وتوقعاته، لكن كل عشاق ميسي بيقولوا يعني ممكن تنصفه السنه دي. والله وارد، بس انا قصدي يا جماعه ما تقارنوش محمد صلاح في منتخب مصر في ليفربول. محمد صلاح بيجي يخرج ما بداخله اقصى ما عنده في حدود امكانيات لعيبه منتخب مصر معانا. ما تجيش تقولوا لي تطلعوا لا احنا عندنا احسن لعيبه، احنا عندنا احسن لعيبه على الشكل المحلي بتاعنا. انما الشكل الاحتكاكات في الاحتكاكات والشكل الاوروبي، لا احنا ما عندناش احسن لعيبه. محمد صلاح عنده فرقه بيتمرن معاها بقاله كام سنه، بيتمرنوا بفكر واحد، بيرتبط بنفس الشغل واحد، بيعرفوا يتحركوا مع بعض ازاي. محمد صلاح بيجي يقعد عندي 3 4 5 ايام او اسبوع او 10 ايام وبيمشي، مش هيلحق في الوقت ده يبقى في اندماج او في تواصل فكري بينه وبين اللعيبه زمايله.
احنا بنلعب بنعتمد على محمد صلاح عشان نشتغل بالشكل الجزء ده الفني، فبلاش المقارنه الظالمه لمحمد صلاح مع منتخب مصر ومع ليفربول ولا المنتخب بشكل كبير. انت بتروح للقائمه بتاعت منتخب مصر، شايف القائمه رايك فيها ايه؟ هل كان في لعيب شايفه كان تامل يكون موجود ولا القائمه راضي عنها؟ والله لو قلت انه راضي او مش راضي، هي دي اختيارات المدير الفني طبعا اللي هو تابعها في الماتشات. هو تابع الناس دي كلها في الماتشات واشتغل معاها وقال لي هم دول اللي شايفهم من وجهه نظره الفنيه ان هم دول اللي ماتش النهارده. يعني هو واخد النهارده حراس مرمى محمد الشناوي والشناوي وعواد الاثنين او ثلاثه، يعتبر هم الثلاثه دول احسن ثلاث حراس في يعني في الدوري دلوقتي. كنا بنقول عواد المره اللي فاتت كان ظلم، عواد رجع وبقى موجود الجول الثالث، مش هنقول حارس ثالث، هم ثلاثه يعتبروا كم واحد. مفيش ليهم ترتيب لسه، هنشوف اللقاء. هم ترتيب طبعا ملوش ترتيب، ثلاثه حراس كبار هم ماشيين كويس. ثلاثه كويسين، اختياراته في ثلاث حراس بشكل مناسب قوي، بشكل عقلاني، بشكل يرضي الجمهور المصري، او يبقى انت مقتنع ان هو غير الثلاث حراس الكبار دول. انا مبسوط من فيتوريا اللي هو مش فارق معاه يرضي مين، فارق معاه يكون هو راضي عن شكل القائمه والفريق. هو بيشتغل على الشكل اللي هو شايفه. على فكره هقول لحضرتك حاجه، انا قريب من حد في الدوري الممتاز كان ماسك في الدوري الممتاز، قالوا لي الراجل ده اول ما جه مسك قعد مع المديرين الفنيين في الدوري الممتاز، راح معاهم كلهم وبدا من الزمالك ده هو بيسالك ممكن يكون لعيب عندك في الدوري لعيب منتخب بس مش يوم النهارده مش ماتشه، بيجي يقول لك مين عندك لعيب كويس ينفع يستحق يخش يركز معاه عشان يركز معاه. ممكن يجي النهارده بتفرج على ماتش الزمالك مثلا، اتفرج على ماتش الزمالك والاهلي، ففي لعيب النهارده في الزمالك هو لعيب دولي بس مش يومه، فبيجي يسال المدير الفني فبيقول له امام مثلا او بيقول له زيزو، بيركز مع اللعيبه دي. صح، مع كل المديرين الفنيين في الفرقه في الدوري. صحيح، ده حصل. يمكن هو خط الدفاع واخد عمر جابر، اكرم توفيق، حجازي، علي جبر، اسامه جلال، محمود علاء، حمدي، محمد حمدي، حسين سيد. هو الاختيارات على اكرم او عمر جابر هما الاثنين الباكين رايت، اهلي وزمالك والاثنين بيلعبوا، والباك ليفت فتوح مصاب، هو البديل محمد حمدي وحسين، يمكن محمد حمدي الاقرب في اللعب. هنحط تشكيل مع حضرتك دلوقتي. ماشي، محمود علاء، اسامه جلال يمكن الاقرب، علي جبر واحمد حجازي عشان القوه الخبرات والطول دي بتفرق قوي. في نص ملعب طارق حامد وحمدي فتحي النني عاشور محمود حماده. محمود حماده ده كان اكتشاف طبعا، كان اكتشاف بعد، وده بيعيد لحضرتك فين المدربين المصريين من محمود حماده او من اللعيبه المصريين اللي بيكتشفوها. اما اكتشاف لعيب عنده 30 سنه دي كارثه، ما المدرب الاجنبي هو اللي بيكتشف لعيب عنده 30 سنه، امال فين المدربين المصريين من الاول؟ لكن مسكين منتخب اولمبي او مسكين منتخب شباب، حد شافه ازاي؟ مسكين منتخب اول، ما حدش شاف الراجل ده ازاي؟ ماشي، افشه، سيد زيزو، طاهر محمد، طاهر، تريزيجيه في نص الملعب. انا شايف هي اختيارات دي احسن مجموعه شغاله دلوقتي. طب مين ممكن يكون يبدا فيهم؟ هو البدايه ممكن اقول لحضرتك حاجه، يمكن انا كنت بقول لحضرتك تشكيله، انا ممكن اقول لك هيبدا بالشناوي، ده طبيعي، هقول لك ان الشناوي محمد الشناوي هيبقى المفضله بينه وبين عواد في الاقوى اللي هو ايا كان مين فيهم ما عندناش مشكله. ايا كان هيبدا شناوي، هيبدا عواد او شناوي، مش هيفرق هيبدا مين. ثلاثه بالنسبه لنا تمام. انا بالنسبه لي هيبدا النهارده باحمد حجازي وعلي جبر. حجازي شغال بيلعب في السعوديه، علي جبر شغال في بطولة افريقيا كويس مع بيراميدز جسمانيا، مع بيراميدز جسمانيا وقوه، هتفرق مع مين هيلعب على لوكاكو في الاثنين. ودي عندي مشكله لو لعب 4-3-3 او 4-2-1، لو لعب بالاربعه لازم يبقى في الكور العاليه او الكور الثابته او الكور بتتلعب طوليه لونج بوس يطلع واحد، يبقى لازم الثاني يغطي تحتيه. ما ينفعش يبقى احنا الاثنين على خط واحد. لو بقينا على خط واحد علي جبر وحجازي هيبقى في كارثه على الحارس مرمى. لا ان شاء الله تعدي. طب ماشي، باك رايت. باك رايت لا، اكرم توفيق. اوكي، اكرم عنده ميزه دفاعيه قوي جدا، انت تشتغل على الدفاع اكتر في الحته، فهيريح الراجل اللي قدامه. لو صلاح بيلعب قدامه او تريزيجيه او ايا كان مين بيلعب هيريحه في الحته الهجوميه، زيزو او زيزو فهيريحه في الحته الهجوميه. يبقى انا بلعب النهارده حجازي، علي جبر، اكرم توفيق، محمد حمدي، ده خط الظهر مع حارس المرمى بقى ايا كان مين، الشناوي، عواد الشناوي، ايا كان مين حارس المرمى. في نص الملعب انا من وجهه نظري ما ينفعش العب بحمدي فتحي وطارق حامد اللي هو نفس الاثنين بطريقه واحده. طبعا هي نفس طريقه اللعب. يبقى انا ممكن العب بالنني وامام عاشور تمام، او حمدي فتحي او طارق حامد، واحد من الاثنين جنب النني وامام قدامه او زيزو قدامهم. لان النهارده هو تريزي جيل هيلعب بثلاثه في خط النص، هيلعب بثلاثه، هيلعب بزيزو خط نص، هيلعب بزيزو تحت الفروده، لان النهارده مش هيلعب زيزو مكان صلاح. زيزو صلاح بيلعب على اليمين، وعمر مرموش ربنا يكرمه ويرجع من الاصابه ان شاء الله على اليمين، لو ما رجعش يبقى هيلعب تريزيجي ناحيه الشمال لان هو متعود على الحته دي. للاسف بياكدوا عليا في الكنترول فريق الاعداد ان تاكد غياب مرموش. طيب تاكد غياب مرموش شفاء الله وعافاه، يرجع بالسلامه ان شاء الله. يبقى انا النهارده لو لاعب هو كده كده تريزيجي بيجي للحته دي وبيلعب ناحيه الشمال. تمام، لان صلاح بيلعب ناحيه اليمين طبعا، ويلعب سترايكر مصطفى محمد. انا شايف خط النص لو هيبدا بامام وحمدي فتحي، ما نخلي الاثنين طارق حامد وحمدي فتحي ما ينفعش الاثنين يلعبوا مع بعض. هو امام واحد بس، واحد من الاثنين، امام وحمدي ومعاهم النني. انا شايف ده الثلاثي ممكن يبدا بيهم، دول يبداوا بيهم وهيلعب طبعا صلاح على اليمين وتريزيجيه على الشمال. لان لو لعبت زيزو على الشمال اربعه في خط زيزو كتير قوي،
زيزو ممكن يكون بديل عندي، بديل هجام قوي، بديل بيفرق كويس قوي، احنا شفناه في الحتت دي، لان صلاح كده كده مش هيلعب ناحيه الشمال. فلو عدت زيزو ناحيه اليمين يمكن زيزو في ماتش الاهلي فرق لما غير اتجاهه من الشمال في اليمين. لا في اي وقت هيغير يلعب يمين فرق كويس قوي. ممكن الشوط الثاني احتاج زيزو ينزل ثالث خط النص مكان حد من خط النص تمام، ويعمل كثافه عدديه مع صلاح، هيعمل يبقى رابع او ثالث واحد تحت الفروده. يعني زي مثلا لما نيجي نشوف اما في الزمالك بيلعب زيزو ونيمار هتلاقي صلاح وزيزو تمام الاثنين في ظهر بعض هيعملوا قوه هجوميه كبيره جدا. وانا لو جيت لعبت بصلاح، لو جيت خليت صلاح ناحيه اليمين ومصطفى محمد سترايكر وهنا تريزيجيه ورحت ملعب زيزو تحتيهم لما ينزل الشوط الثاني، ويبقى عندي مثلا هنا النني وعاشور او النني وحمدي فتحي، ويبقى هنا بتهيألي لو هيلاعب امام هيلاعب جنبه حمدي. ما انا لازم استفيد من القوه الهجوميه اللي عندي دي لو بقت تغيير في الشوط الثاني، ما انا مش هبدا ادافع طول الماتش. انا لازم اجرب كل الطرق، لازم اجرب كل الطرق. عندي لعيبه كويسه استفيد منهم هجوميا كويس قوي زي زيزو زي امام عاشور في نص الملعب، حمدي فتحي وطارق حامد، قلنا الاثنين نفس الطريقه، ما ينفعش الاثنين يلعبوا جنب بعض، الاثنين بيلعبوا بشكل دفاعي قوي. لسه هنتكلم اكتر تمام عن طريق منتخب مصر، ولكن نطلع فاصل سريع ونرجع، خليكم معانا. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه منورني كابتن اشرف عبد الجليل. وطول الفاصل فول لحم نريح ونشرب ميه وبتاع، احنا بنتكلم طب هنلعب 4 3 3 ولا 4 1 2 3 ولا 3 4 3، وجات لنا فكرتين. طبعا مش انا اللي جات لي، وكابتن اشرف اللي جاله الفكرتين. انا كنت بس بتفرج عليه وبيرسم الخطوط. الفكره الاولى لو لعبنا 4 1 2 3. طيب احنا قلنا الفكره لو لعبنا 4 1 2 3 اكرم باك رايت، محمد حمدي باك ليفت، علي جبر وحجازي اوكي خلاص استقرنا على خط الدفاع ثابت. ثابت. هيلعب قدامهم حمدي فتحي. حمدي فتحي بيعرف يدير الحته دي كويس، كاليبرو ساقط في نص الملعب، كاليبرو قدام السير باكين بيقطع زي بقول لك ايه اول خط دفاع قبل المدافعين نص ملعب. هيلعب قدامه عاشور وزيزو اوكي، وعلى اليمين صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد. لو انا عايز ابدا بشكل هجومي او غير التكتيك او غير الشكل في نص الملعب واشتغل ازاي، انا مش هفضل العب في نص ملعب مدافع، انا بلعب مع منتخب مصنف عالميا بس انا برضو ليا اسمي منتخب مصر وليا اسمي عالميا، دي قوه هجوميه بحيث ان في حد بيأوفرلاب مع صلاح اللي هو زيزو، وفي حد الناحيه الثانيه بيأوفرلاب مع تريزيجيه على حسب بنهاجم منين، وقوه دفاعيه ان ممكن يرد امام جنب حمدي فتحي وزيزو يبقى قدامهم وصلاح وتريزيجيه يرجعوا يقفلوا في خط النص، فبنلعب برضو بخمسه في خط النص تمام. اثنين وثلاثه، فانت برضو بتقفل بشكل مختلف بشكل الدفاع. دي ثلاثه واحد اثنين ثلاثه، لا اربعه واحد اثنين ثلاثه، اربعه واحد اثنين ثلاثه. الطريقه الثانيه ثلاثه اربعه ثلاثه. هو احنا في الطريقه اللي بنقول اللي هي اربعه واحد اثنين ثلاثه، عشان ما نلاقيش الكره بتتلعب عند محمد صلاح ومش لاحق صلاح لوحده، دي بنشوفها كتير جدا كتير قوي. تلاقي صلاح الكره اتلعبت له واقف عليها اتجمع عليه اثنين ثلاثه، وده طبيعي في اي ماتش لصلاح، فمفيش حد بيأوفرلاب في ظهره، ما حدش بيقرب منه، فما حد بيأوفرلاب معاه يقرب منه بياخد معاه مدافع او اثنين، بيبدا صلاح ياخد حريه، يقدر يتحرك، يقدر يجري، يقدر يسدد، يعمل كرات عرضيه، وده يقدر نشغل مصطفى محمد ان ساعات بيتعزل في الحته دي. هو احنا ليه بدانا بمصطفى؟ مصطفى قوه بدنيه هائله جدا حتى ماشي مع فريق دلوقتي في فرنسا كويس قوي. الاستلام بتاعه والسيطره بيقف على الكره كويس قوي، محطه هائله جدا. لو انا جيت الضغط هنا مع منتخب بلجيكا وحبيت اعمل واحده كونتر اتاك او اعمل واحده طويله ومصطفى لونج باص طويله، فبيستلم مصطفى محمد بيقف عليه كويس قوي، بيعرف ياخد منها فيها وبيعرف يستفيد منها، او يستنى بيقف لما بيجي له تريزيجيه ويجي له محمد صلاح. فدي مصطفى محمد حلو قوي في الحته دي كويس قوي ما شاء الله عليه بجد، بيقف حته كويسه. فلو احنا لعبنا بقى بالطريقه العاديه اللي هي 4 4 3 3 تمام، هيلعب بنفس الشكل بس هيبقى عندي زيزو بره، هيلعب عندي النني وحمدي وعاشور وصلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد. وعلى فكره على الطريقه اللي انت قلتها دي وصنع الجون ماتش بتاع النهارده في ماتش نانت، مصطفى استلم الكرة وصنعها لزميله دخل سجل الهدف الاول وتعادلوا النهارده 2-2. انا القوه بتاع مصطفى في دي، مصطفى فيرود هايل جدا في 18، مصطفى فيرود في الاستلامات في اللعب اللونج باص اللي بتتلعب طويله بيعرف يسيطر كويس قوي، بيعرف يطلع بدماغه يطلع اللي جنبه كمان، بيعرف يطلع يستلم وبيعمل بيخلي الراجل يعمل اوفرلاب من جنبه صلاح او تريزيجيه، فبيعرف يستلم ويطلع على يمينه ويطلع على شماله. الناس اللي بتلعب فيفا او بلاي ستيشن هي تارجت مان، انت لما تيجي تظبط الفير بتاعك تارجت مان فبتخليه هو الفيرود اللي بيستلم وبيخرج لعيبته. طيب دي الطريقه، قلنا في 3 4 3 تمام، نلعب خط لو الدفاع. اشتغلنا 3 4 3 هو عندي الاقرب الثلاثه يشتغلوا، الاثنين بيلعبوا في بيراميدز علي جبر واسامه جلال عشان في انسجام، بيلعبوا في انسجام، بيلعبوا في افريقيا ماشيين كويس قوي، بيلعبوا في افريقيا مع في الدوري مع حجازي. فكره حجازي، بمناسبه حجازي، حجازي وطارق حامد وصلوا دلوقتي، وصلوا الكويت، تحركوا من السعوديه مباشره للكويت وانضموا
لمعسكر منتخب مصر. فانا بقول دي الارجح اللي يلعب ثلاثه ورا عشان الكوره اللي بتعمل عند هازارد او عند لوكاكو قوه جسمانيه برضو لا يستهان بها في الكوره العاليه، لازم بيطلع في كوره عاليه، لازم يقول لما بيلعبش على خط واحد لازم يبقى واحد ورا واحد عشان لو اتلعب لمس واحده بدماغه يبقى لازم حد يكون مغطي ورا واحد. لغتنا المصريه كده هيزحلقها له هيسندها له باللغه المصريه، هو يقول لك ايه وهي بتتلعب لونج باص طويله لوكاكو هيزحلقها لورا عشان تروح للفريق الثاني. يبقى انا عندي لازم يكون حد عمل كفرنج كويس قوي سواء اسامه جلال او علي جبر. لو هو لعب، لو لعبنا بثلاثه، لو لعب بثلاثه هيلعب بثلاثه اربعه ثلاثه ثلاثة أربعة، دول هيلعب أكرم برضو ومحمد حمدي هما الموجودين عند الأرجح، والأربعة في نص الملعب ممكن يلعب النني وعاشور وصلاح وتريزيجي ومصطفى محمد. هبقى ده شغل صريح جدا، النني اللي هيزيد شوية قدام وعاشور هيقف في نص ملعب شوية عشان يشتغل على الجزء ده. بس الأرجح إن أنا عندي لو لعبنا أربعة أربعة ثلاثة دي بتزود من الجزء الهجومي بتاعنا، بس الجزء الهجومي هيبقى فيه خطورة شوية في الإيه في الكومباك علينا. فأتمنى في الجزء ده يبقى فيه خطورة إن إحنا نعرف نغطي كويس قوي ونعرف نستغلها كويس قوي. عايز أروح بقى معاك لكأس العالم. كأس العالم ثمان مجموعات، عايز اخد توقعاتك كده من كل مجموعه مين ممكن يصعد. هي هذه هي الورقه صح، انا سابق دور على ورقه كاس العالم. المجموعه الاولى قطر اكوادور السنغال هولندا. خليني اقول ان انا كده كده لازم اكون متعاطف مع منتخب بقى عربي بالطبع. فانا اقول ان في الجزء ده هيبقى السنغال وقطر، هدول اكوادور وهولندا. السنغال وقطر اه يصعدوا على حساب هولندا؟ على صعدوا على حساب هولندا. انت هتقول هولندا وقطر. قطر وهولندا، بس السنغال على فكره السنغال هيبقى منتخب افريقي، هيبقى منتخب قوي. نفسي بس في عدم وجود ساديو ماني ولا هيرجع؟ اتمنى يرجع ان شاء الله قبل البطوله باذن الله، او اتمنى يلحق البطوله. لما انا ممكن اقول لك قطر وهولندا، بس اتمنى السنغال منتخب افريقي يعمل حاجه مشرفه. بس انا حاسس ان هولندا حاجزه مكانها. يعمل حاجه مشرفه للكل الافريقي. ماشي. منتخب السنغال. يعني دي امنيات ولا توقعات؟ دي امنيات. امنيات. امنيه، طب توقع. هو انا قلت لحضرتك انا متعاطف عربيا، هيبقى قطر وهولندا، السنغال انا اتمنى السنغال. وانا متهيألي اول جوله هو اللي هتفرق، يعني اول لقاء عندك قطر واكوادور. قطر واكوادور هيبقى افتتاح جامد جدا. لو قطر قدرت تاخد ثلاث نقاط يعني هتكون حاجه مهمه جدا. طيب خلينا، واللقاء اللي هيحسم حاجات كتير جدا السنغال وهولندا. طيب خليني اقول لحضرتك حاجه كويس قوي، ان قطر اشتركت مع الاكوادور في امريكا اللاتينيه تصفيات. يمكن قطر عملت اكتر من ماتشات لما عرفت ان هي كده كده بشكل كبير جدا، عليه جدا، شاركت في كل حاجه. خليني اقول لك ان مدير فني منتخب قطر بيشارك معاهم من 10 سنين تقريبا من نفس المجموعه اللعيبه بتاع قطر من منتخب الشباب زي عندنا كابتن محمد وهبي دلوقتي 2006 شارك بيهم منتخب شباب منتخب اولمبي لحد ما طلبهم منتخب اكبر أول. فتره اعدام ممكن اي حد يعملها في حياته في العالم اللي هو مستقر معاهم بقاله 10 سنين من 2017 كمان. هو موجود من اول ما اتعرف ان في كاس عالم في مستقر معاهم، يمكن خد بطوله اسيا للشباب ووصل فاينل قبل كده منتخب اولمبي، بعد كده صعد معاهم منتخب اول، ماشي بنفس اللعيبه، بيدخل واحد بيخرج اثنين، بيدخل عنده اللي هو لعيب بيقل مستوى بيخرج بره منتخب بيدخل واحد مكانه، لان في الفتره دي بيبقى عندك فرصه كتير جدا تشوف اللعيبه الكويسه واللعيبه اللي تقل عندك مستوى. طب سريعا عشان هاخد بيت المجموعات، المجموعه الثانيه انجلترا ايران امريكا ويلز. لا انا عندي المنتخب هيبقى الارجح انجلترا وامريكا. انجلترا وامريكا. المجموعه الثالثه ارجنتين سعوديه مكسيك بولندا. اتمنى السعوديه طبعا منتخب عربي، اتمنى ربنا يكرمه بيعملوا بطوله كويسه قوي. بس لو نتوقع بشكل كوره وشكل فني هيبقى الارجنتين والمكسيك. ارجنتين مكسيك. مكسيك. انا هنا حاسس ان السعوديه اللي هتعمل مفاجاه. يا رب. المجموعه الرابعه فرنسا استراليا الدنمارك تونس. ما انا برضه هبقى متعاطف جدا عربي. لا خلينا نتكلم واقعيه. هيبقى فرنسا والدنمارك. فرنسا والدنمارك. المجموعة الخامسة اسبانيا كوستاريكا المانيا واليابان. اسبانيا والمانيا، بس ممكن اليابان تكون مفاجأة. اوكي ممكن. بس الأوقع اسبانيا اسبانيا المانيا. المجموعة السادسة بلجيكا كندا المغرب كرواتيا. خلينا نخش على بلجيكا وكرواتيا. بلجيكا وكرواتيا. المجموعة السابعة برازيل صربيا وسويسرا والكاميرون. فاكهة البطولة البرازيل طبعا، كل العالم بيرشح البرازيل من البطوله ان هو هيبقى بطل العالم. ده ترشيحات بتبقى عليه. هو سويسرا عامله بطوله برضه منتخب كويس قوي. طيب بس اتمنى الكاميرون يدخل في اللعبه. والله 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 انا المخرج قال لي صربيا هتصعد فانا اسمع كلامه. ماشي. البرازيل وصربيا ماشي. البرازيل وصربيا اوكي. المجموعه الثامنه البرتغال غانا الاورجواي وكوريا الجنوبيه. هو احنا نقول البرتغال بصفه الباع بتاعها في منتخبات البطولات الاوروبيه على طول. الاورجواي والأرجواي. أتمنى برضو غانا تعمل مفاجأة. غانا منتخب أفريقي. سؤال أخير عن كأس العالم، شايف مين بطل كأس العالم السنة؟ توقعاتك وأمنياتك يعني. هو كلنا بنرجح هيبقى الفرق بين يعني زي ما قلنا المنافسة بين البرازيل والأرجنتين تمام، بس في فرق ممكن تعمل لنا مفاجآت زي هولندا زي إنجلترا زي المكسيك اللي ممكن تبقى حاجة خارج التوقعات خالص وتلاقيها بتيجي من يعني زي ما بقول لك بلغة الكورة كده بتتسحب مباراة بالثانية بالثالثة
فما تتوقعش لحد الاخر زي كرواتيا السنه الكاس العالم اللي فات بس ما حلفهاش حظ في النهائي. انا كل الناس على الورق شايف البرازيل بس انا برضو ايضا حاسس ان هيكون في مفاجاه السنه دي كبيره جدا المنتخب مش متوقع. هل المفاجاه تدي الارجنتين وتدي ميسي قبل ما يبطل؟ اتمنى. هتدي كاس العالم اللي يبطل؟ طبعا اتمنى يا رب. نروح نشوف بقى اجابات جماهيرنا على السوشيال ميديا وسالنا حضراتكم توقعاتكم لطريقه لعب منتخب مصر امام بلجيكا والتوظيف الامثل لمحمد صلاح داخل الملعب. نشوف الاجابات. وليد بيقول هتكون مباراه مهمه في استعداد بلجيكا لخوض مباريات كاس العالم ومهمه لمصر كتجربه لفيتوريا للوقوف على قوه المنتخب امام احدى اقوى منتخبات العالم قبل مواجهتي ملاوي في شهر مارس المقبل. نتمنى تكون مباراه قويه ونستمتع بيها. محمد مصطفى مساء الخير عليك يا ادم. مساء النور على كابتن اشرف. اشكرك. مواجهه بلجيكا ستكون مباراه قويه ممتعه. اتمنى مشاركه زيزو وصلاح في التشكيله الاساسيه للاستفاده الكامله من قدراتهم داخل الملعب. زيزو وصلاح وتريزيجيه وقدامهم مصطفى محمد في راس الحربه. ان شاء الله يكون لقاء قوي لمصر. ابو كباتن نورتني شرفتني. ربنا يخليك. ميرسي زواك. بس حاجه سريعه كده قبل ما نختم خلينا نقول ان في اخر اربع مواسم في الدوري الانجليزي كانت المقارنه كتير جدا بين محمد صلاح ودي بروين. مين هيبقى احسن لاعب في الموسم؟ مين احسن لاعب في الدوري الانجليزي؟ مين احسن لعيب؟ فخلينا نقول ان دايما صلاح محطوط على المنصه الدوليه على طول يا جماعه. ان شاء الله صلاح هيثبت ده في اللقاء الجاي. اشكرك ابو كباتن. شكرا لحضراتكم. شكرا لكل فريق العمل ودايما مساءكم ابيض بخط حمر.